السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، يا مرحبا ويا مسهلا فيكم في برنامجكم عوافي، وتحديدا من المطبخ الصحي. خلونا نتابع مقادير أطباقنا لليوم. برجر التونة وعصير السبانخ والموز. المكونات: تونة، بيضة، بطاطس مهروسة، بقدونس، ملح، بابريكا، فلفل أسود، بصل، زيت زيتون، بقسماط أو جريش الخبز، عصير السبانخ والموز، سبانخ، موز، حليب قليل الدسم، ليمون، عسل. حياة الله معنا أختي خولة من المطبخ الصحي، وتحديدا في برنامج عوافي أكيد اليوم بتقدم لنا أطباق صحية مثل ما توعديننا كل يوم. تفضلي. اليوم بنسوي برجر التونة، بنسوي عصير السبانخ بالموز. يلا نبتدي ببرجر التونة. نحط التونة، ونحط فوقها البطاطس. عندنا تونة وعندنا بطاطس مهروسة. نعم، ونخلطهم بهاي الشكل، ونحط عليهم الملح والفلفل الأسود. ونحط عليهم البابريكا. نمزجهم مع بعض. طبعا احنا الحين واحنا قاعدين نمزج، البروتينات مع الكارب اللي هي الكربوهيدرات او النشويات. فوائد الاسماك لا تعد ولا تحصى اختي خولة، مثل احنا مو بعارفين. كلمينا عن سمك التونة. طبعا في اوميجا 3، في كمية كبيرة من الاوميجا 3، وهي احنا كل شخص يحتاج الى اوميجا 3 في حياته، حتى الاطفال يحتاجون إلى كمية الأوميجا 3، يؤثر على الذاكرة، يؤثر على الصحة بشكل عام. نضيف له البقدونس، نستمر شوي في التقليب. يعني احنا حطينا مقدار التونة مع البطاطس مع الفلفل الأسود مع البقدونس، وعندنا البابريكا اللي هو الفلفل الأحمر، نضيف له والملح، البيضة، مثل ما يقولون فل البروتين اليوم. اي ليش ضفنا في هالمرحلة البيضة خولة؟ البيضة تخليه يتماسك لنا أكثر، وعشان أثناء بعد الشواية ما بنقول نقلي، طبعا احنا ما بنقلي، بنحط شوي زيت زيتون وبنحركه على المقلاة. نحط البصل، مع شنو هذه اللي حطيتي البودرة؟ هذا في ناس تسميه الكعك، في ناس تسميه البقسماط، وفي طريقة سهلة جدا، نحط الروتي في الفرن وبعدين لما يصير لنا يابس ممكن نحن نطحنه ويعطينا نفس المذاق. يعني قصدك نحمص الشرايح الخبز الروتي. أو الروتي اللي احنا مثل ما نسميه لمرحلة التوست، وبعدين نطحنه على اساس تطلع عندنا بقسماط اللي هو بديل البقسماط، يعني اذا ما كان متواجد في البيت. بس بعد فيه له مسمى يسمونه جريش الخبز اللي احنا نعرفه، انه يعني مجروش الخبز بالاحرى. بالضبط، هو كذي الحين تقريبا الحين جهز للتشكيل. جهز عندنا للتشكيل. نحط زيت زيتون عشان يسخن شوي المقلاة. ونحركه بهالطريقة. نشقلها، نحطها على 3، هي الحرارة المتوسطة مش كثير، ونحط شوي زيت زيتون على ايدنا عشان يسهل علينا في التشكيل، تشكيل البرجر نفسها. بالضبط، بهالطريقة.
مثل ما احنا شايفين انها برجر سريعه، سريعه التحضير، سريعه الاستواء. طبعا على ما اعتقد انها ما راح تاخذ وايد على الفرن ولا راح تاخذ وقت وايد، لان احنا عندنا المكونات تقريبا شبه ناضجه، يعني عندنا التونه ناضجه والبطاطس ناضجه اوريدي مسلوقه ومهروسه. احنا نحاول كثر ما نقدر لما احنا نسويها ما ناكل وياها خب روتي ولا سلايس ولا هالاشياء كثر ما نقدر، لان احنا خلاص خذينا الكارب من الكربوهيدرات من الخبز بالضبط، ومن بعد من البطاطا، فما يحتاج ان احنا ناكلها بقطعه خبزه. بالضبط، ما ناكلها مع قطعة، كثر ما نقدر نبعد عن الخبز. امس قريت مقال عن الخبز الابيض وشلون مضار الطحين الابيض، وشلون نحن لازم دائما حياتنا ان احنا نغير الى الخبز الاسمر، وشلون هو مفيد للجسم، وشلون هو يحتوي على معادن. نخليه لين يستوي. شلون يحتوي هو على معادن وفيتامينات تناسب الجسم، والجسم جدا محتاجها. فاحنا كثر ما نقدر نبعد المخبوزات او الابيض، الشيء الابيض، ان كان ما زيد ملح في اكلنا، ما زيد سكر في اكلنا، ما زيد طحين في اكلنا، فهالاشياء هذه تتعب الصحه، تتعب الجهاز الهضمي. والحين مثل احنا ما شايفين خوله، على ما اعتقد انها جهزت برجر التونه، اقطع التونه مثل احنا ما شايفين. خلينا نجهز الخضره. يلا عندنا خس، داخلها خس وخيار وطماط. طبعا الخس انواع، الخس المدور، وعندنا الخس العادي البلدي اللي احنا نسميه المحلي. واحنا لنا حريه استعمال انواع الورقيات الموجوده المتواجده في كل بيت. بالضبط. طبعا في ناس يحبون الطماط، في ناس يحبون الخيار، في ناس يحبون حتى البصل، البصل الابيض ينحط فيه. ففي على حسب كل شخص واللي هو يحبه. بما ان احنا الحين عندنا برجر، اكيد بيكون التقطيع شرايح حق الطبق نفسه. فاحنا نحطها بهالشكل وسط الخس، وممكن نحط عليها حبه طماطم. يعني عندنا الخس المدور اللي هو بديل الخبز او بديل قطعه الخبز اللي نحط فيه الخاص بالهمبرجر. بالضبط. نحط عدد الخيار. جي احنا خلصنا. في هالحالة ممكن نحط كاتشب، ممكن نحط مسترد، الا المايونيز. كثر ما نقدر نبتعد عن المايونيز، لان المايونيز يحتوي على دهون كثيرة وبعد وايد مضر للجسم. إذا لقينا نفسنا أننا نحتاج إحنا بعد حبة ثانية، ممكن نحط حبة ثانية. يعني نسويه مثل ما نقول تصميم الجعبة. بالضبط. بهالطريقة. هذه الأول خلصنا. نجهز واحد ثاني؟ يلا توكلي على الله. ونفس الطريقة مع القطعة الثانية، حبة طماطة، شرايح طماط، مع الخيار. الخيار. وطبعا التزيين أو إضافة الخضروات بعد اختيارية للمشاهدين، اللي حاب يضيف قطع بصل أو حلقات بصل، بطاطس مثلا. وبهالطريقة سوينا لنا الحبة الثانية. ايش رايك نبتدي في عصير السبانخ الموجود عندنا؟ السبانخ مع الموز. نبتدي بالموز. ضفنا الموز ونحط عليه ليمون. راح
الحين السبانخ مثل ما أنا شايفة خولة أنت حطيتيها مثلج على ما أعتقد. أي نعم. يعني إحنا نقدر نستبدل بس الموجود عندنا مثلج مثلا إذا كان في متوافر طازج نحط أوراق الطازج. بالضبط. هو لأن الطازج جسمه قلنا أو مثلج هو يحتوي على نفس القيمة الغذائية ما يقلل قيمته الغذائية، بس إحنا لو لقينا طازج هاي شيء ممتاز ممكن نحن نستخدمه. والحين شنو عندنا؟ الحليب، الحليب قليل الدسم، وإحنا لازم نحلي بالعسل. هي ملعقتين كاملين عسل، يعني الكمية ما شاء الله كبيرة. عصيرنا خلص، خلنا نصبه. سبانخ أكيد غني بالفيتامينات والمعادن ولا سيما الحديد، كلمينا عن فائدة عصير السبانخ بالموز اللي الحين احنا مسويناه اليوم ومتى يفضل شربه؟ هو السبانخ يحتوي على فيتامين اي وفيتامين كي وفيتامين اي وسي، وهذه هو فيتامينات جدا نحتاجها احنا، يعطينا طاقة. مثلا ممكن ان احنا عقب الفطور نشرب لنا كوب، وايد مفيد، هم يعطينا ارتواء لجسمنا. يحتوي بعد عليه العسل، والعسل يعطينا سكريات، والسكريات مفيده للجسم وما يخلي السكر او الانسولين يفرز وايد في جسمنا. فهالاشياء لما احنا نشربها حتى ممكن قبل الجيم، احنا نشرب لنا قبل الجيم يعطينا طاقه ونقدر ان احنا نكمل الجيمنا ونفقد سعراتنا ونفقد دهوننا واحنا بصحه. بس بالنسبة حق السندويتش، السندويتش ممكن ان احنا ناكله مع خس او مع روتي. يحتوي البرجر الواحد على 200 سعرة حرارية بهذا الحجم اللي احنا فيه، بس كثر ما نقدر احنا نبتعد عن الفرنش فرايز والشيبس المقلي وهالاشياء، لانها كلها تحتوي على دهون بكميات كبيرة وقيمتها الغذائية وايد ضعيفة. الحين مع تطور التكنولوجيا وتطور الاجهزة المنزلية صار فيهم خولة، مثل ما قلتي البطاطس المقلية بدل احنا ما نقليها نقدر نستعمل القلاية الهوائية، وجدا مفيدة. يعني الواحد لو يدور الاكل الصحي يقدر يبحث عنه ويلاقيها بسهولة بطريقة ابتكار الحياة الطبيعية او اسلوب حياة صحي. اي طبعا. الله يعطيك العافية على حلقتنا اليوم المفيدة والصحية مع برجر التونة وعصير السبانخ بالموز. كل الشكر لك اختي خولة، وراجعين لكم ان شاء الله بكرة مشاهدينا الاعزاء. مع السلامة.